طيبة شاكرية يا بابا؟ ايه صحة وهنا. ناوليني خبزة. عم تحكي مع هلا هدي؟ لا والله من زمان ما حكينا مع بعض، ليش في شيء؟ هيك خطرت على بالي. تعالي ما حدا عم يحكي معها. لازم انت تتصلي فيها على فكرة. قولي لها خليها تجي لهون هي والولاد، ما عندي شيء. اوكي ان شاء الله. الو احترامي. كيفك ابراهيم؟ مشغول؟ لا والله عم باكل، تفضل. صحتين صحتين. خيو ليش مزعل مدام تقول للاستاذ منصور؟ لا ابدا ماني مزعلها. هي عصبت وانتترت وقالت لي انا بدي حملك المسؤوليه. هي مرت لعندي وحكت لي شو صار. هي مستعده تمر لعندك وتعتذر لك. يعني اذا عصبت شوي توترت اعني. بس نحن بدنا نساعد جوزها ونخليه يسافر، ماشي؟ لا لا، هو إذا سافر برات البلد هذا ما رح يرجع، أنا متأكد 100% ما رح يرجع. بعدين هذا إذا طلع لبرا رح يبعبع علينا وما رح نقدر نسكته. ليش فكرك إذا خليناه هون رح يسكت هو ومرته؟ بالعكس، بكرة بيعملوا اتصالاته وما بتشوف غير الصحف والنت شغالين على القصة. فالأحسن خلي يسافر ويطلع برا. ماشي، بس يعني أنا بدي استأذنك، بدي اكتب تحت اشاره انه تمت الموافقه بتزكيه منك. ماشي ماشي، ولا يهمك ولا يهمك، ما في مشكله. شكرا ابراهيم، شكرا. العفو ولو، احترامي. حلوش 22 اتصال. هلا بيخلص شحن الموبايل. انا منيح بس ما فيني احكي معك، بس يصح اللي بدي اقول لك. بوسات، باي. شو جاي على بالك تاكل حبيبتي؟ حبيبي مو جاي على بالي اكل، ماني جوعان، رح اشرب بس. طيب حبيبي الله انا جوعان، وانت مو اكل من الصبح مثل العاده. يا حبيبي الله يخليك، والله تأخرت، اشرب القهوة وامشي. طيب مثل ما بدك. هشام الله يخليك، لا تزعل مني. ايهاب شوفي حبيبي. خايفة على بابا. ليش شوفي؟ عنده مشاكل بشغله، خايفة ما يتحمل ويروح فيها. بعيد الشر. المشكلة إنه بضل ساكت، ما بيحكي. بشوفه حزين وزعلان وساكت، هذا اللي مخوفني. وماما مو منيحة أبداً، كل ما لصحتها عم تتراجع، وهي كل همها إنه تطمن علينا. حبيبي طولي بالك، أنت حساسة زيادة عن اللزوم صايرة. لا لا هشام، قصة مو حساسية، بس البيت عن جد متغير كثير. رايحة أروح البيت، صاير كئيب كثير. يا حبيبي، كل بيت بيصير فيه خضات وطلعات ونزلات. المهم انت تحافظي على روحك تبع البيت. يعني كله بيمر، برجع كل شيء مثل ما كان وافضل ان شاء الله. يا ريت، بس ما عم بقدر اركز بشيء. لا عم بقدر ادرس ولا عم بقدر اكون منيحه معك. بسيطه بتحملي، بس بعد ما نخلص هي المشكله بدنا نحكي الموضوع اللي خصنا. شو هو؟ علاقتنا انا وانت، علاقتك مع اهلك، مستقبلنا. بس انت اللي لا تشغلي بالك باي شيء. اوكي بيبي. أهلين دكتور باسل. أهلين، الحمد لله ماشي الحال.
كنت بدي اسالك امتى بنقدر نعمل العمليه؟ ايه مستعجل؟ يعني بعد بكره منيح؟ ايه طيب. لا لا بس دكتور انا رح اجي لحالي، بدي اياك تنتبه بس انه انا ما بدي حدا من الاولاد يعرف بهذا الموضوع ابدا. هي هي رغبتي انا، الله يخليك، ما بدي، ما في شيء. ايه طيب. على كل حال بكره انا بتصل فيك وبنحدد موعد ان شاء الله. طيب مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير حجي. اهلين اهلين. متفقنا تريح حالك وما تشتغل هاي الفتره؟ شايفك عم تعمل مواعيد. لا لا هي مجرد يعني تحديد مواعيد، يعني انا ما بقدر اترك الشغل بالمره كمان تعرف. المهم تريح حالك حجي. امرك سيدي. العفو حجي، نحن اللي بامرك. اللي مرتك والولاد كيفهم؟ ماشي حالهم والله، ما عم شوفهم، الشغل قاتلني ولفوق راسي والله. ايه لك انت عاجق حالك، دائما طالع فايت. لك 100 مره قلت لك بلاها على العجقه ما في فايده. احسن شيء قلته حجي، مزبوط كلامك. لك منيح انه اخواتك حطوا عقلهم براسهم وبدوا ينزلوا على الشركه ويشتغلوا، حتى ما عود نق عليك انك تترك شغلك وتجي لعندي على الشركه. ها حلو الحكي. ايه الله يوفقهم. الله يوفقنا جميعا. اللي بدك تتعشى عندي؟ والله اذا بدك بناكل يا حجي. ليك شو مسكين، حسيتك مو ضابط، حسيتك واحد من هدول المساجين المرميين عندك اللي بدهم سلتهم بلا عنب. مسكين يا حرام. شايفك مرنة؟ تعبت. تعا عود اشرب لك سيجارة. بدي كمل لفتي على الشباب، خلص سيجارة وقوم كمل الله يرضى عليك. أبو عصام قبل ما تروح في مجال اسألك سؤال؟ سؤال؟ يعني إذا كنت تعبان ومو حسان اطلع على الشغل، ممكن ابعت واحد يداوم محلي؟ عم تسلب علي بجواب؟ لا أبدا، عم بيحكي عن جد، يعني بتحاسب مني لإله. شقلت؟ ما زالك ما عم تسلبها. رح جاوبك، ما بيمشي الحال، هي وظيفة الدولة، ما بيصير حدا فيها يداوم محل حدا. ايوه بس بيصير الواحد يفيش وما يداوم بنوم، مو هيك؟ خفف لي شوفتك لبقعة الضوء احسن لك. اصبح ما في الي غير اني اقدم اجازة لحتى ارتاح وبعدين ارجع. هيك احسن، على راحتك. يلا اخي قوم كمل شغلك، خليني انا كمل فتلتي كمان. أنا راح روح سلم العربية وروح على البيت لأنه إجازتي بلشت من هلأ. سلام. طالما أنت خايف على رزقتك تنقطيع، ليش ما بتشتغل مزبوط؟ يعني الطاولة اللي بتعطيك بخشيش بتلزق جنبها وبتزبل باقي الزباين، هذا مو شغل لك ابني، مو شغل. فرصة أخيرة. السلام عليكم. اهلين وعليكم السلام. اهلين استاذ، تفضل. شو الاخ جديد هون؟ ايه والله انا جديد. امور هاد سعيد بيك، اهم زبون عندنا بالمحل ورفيقه للسيد جوزيف. شو هالحكي؟ يا ميت اهلا وسهلا استاذ، عدم المؤاخذه، اللي ما بيعرفك مش هلا. مو مشكله، تفضل استاذ، تفضل. تفضل سعيد بيك. شرف. الغريب انه من عشرات اوامر الصرف ما اختفى الا هالكم واحد مهمين، وكلهم كانوا بهالفتره اللي كنت فيها حضرتك مكلف مديريه الحسابات. انا كمان مستغرب استاذ، بس يعني مين له علاقه بهيك امر بهيك مصلحه؟ على مين عم تلمي؟ اكيد بتعرفوا استاذ. هي وثائق معلومات مهمه جدا، رح تكشف لنا تخبيصات وفضايح كثيره. بس بالاول لو سمحت بدي اسالك سؤال. تفضل.
هلا يا ترى لو كانت مشكلة أوامر الصرف ما ظهرت بهالوقت هاد، كنت رح تجيب لي الإدبارة هي؟ لا. وليش لا بقى يا سيد أبو صافي؟ لأني ضيف أستاذ، كلنا ضعاف. صحيح أنا كنت متأزم بشغلة التقاعد، بس أنا بنفس الوقت كنت منتظر هذا اليوم لحتى أخلص من التخبيصات والسرقات اللي قدام عيني وما عم بقدر أحكي. أستاذي الكريم، نحن بالدائرة إذا بدنا نحكي بنحكي همس، إذا علي صوتنا بننفرم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.